السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا في فيديو جديد. طبعا في هذا الفيديو سوف نرى تحليل أداء الدولي الأوروغواني نونيز مع فريق ليفربول في مباراة الودية التي جمعت بين ليفربول ولايبزيغ، بعدما تهطلت الانتقادات على اللاعب نونيز في أول مباراتين وديتين ضد مانشستر يونايتد وضد كريستال بالاس. ها هو يعود ويجاوب على المنتقدين بتسجيل هاتريك في ثالث مباراة ودية، حيث سجل اللاعب الأوروغواني هاتريك أمام لايبزيغ، تفتتح التسجيل بركلة جزاء بعد سماح محمد صلاح له بالتسديد، وسدد الهدف الثاني بعد تمريرة وأسيست من اللاعب ألكسندر أرنولد، فيما الهدف الثالث كذلك بعد أسيست الإنجليزي أوليوت، وأبصم على هاتريك في المباراة وقدم أداء جيد، أداء رائع، أداء ممتاز. شاهدنا تعد هذه أفضل مباراة للاعب مع فريق ليفربول، وكذلك على الرغم من أنه سجل كانت تحركته في المباراة جيدة، أقلق دفاع الخصم وأربك دفاع الخصم بتحركته الكثيرة في منطقة الجزاء، وكذلك يقوم باللعب ويفتح اللعب عن طريق الذهاب إلى جهة اليمنى أين كان يتواجد محمد صلاح ويطلب الكرة في وسط الميدان أو في المساحات. لاعب صانع ألعاب يتحرك يقلق الدفاع، هذا شيء إيجابي في اللعب، هو يتحرك بدون كرة، وأداؤه كان جيد، أداء رائع وممتاز للاعب نونيز في ثالث مباراة ودية مع فريقه ليفربول، وأبصم على هاتريك جيد، وهذا قد تكون افتتاح لموسمه الجديد تحت قيادة المدرب الألماني يورغن كلوب. طبعا أنا هذا هو رأيي الشخصي في اللاعب نونيز اليوم، وأنتم ما هو رأيكم؟ ولا تنسوا الاشتراك ولايك لفيديو جديد، وشكرا للمتابعة وإلى اللقاء.